هلا بصفي خلينا معناته ما دام عرفنا هدول الالمنتس نروح على شيء اسمه modifying tools، لانه خلص انا عرفت هلا كيف استخدم reference planes، عرفت شو يعني levels، عرفت شو يعني views، وكيف كل view بيطلع مع الليفل او ما بيطلع مع الليفل اللي انا عملت له سواء copy او create. نشوف الكوبي، اخذت الكوبي سي او اختصارها، برضو في عندي اني انا اعمل كونسترين او لا، اعمل ملتيبل او لا. فاذا خليت ملتيبل كوبيز انا بقدر اعمل كوبي لاكثر من عنصر بنفس الاوردر من غير ما اضطر اعمل كوبي مره ثانيه. طيب مره ثانيه اذا اخذنا الكوبي مسكنا الاليمنت عملنا سي او او اخذنا الكوبي من الموديفاي من هون، عندي ابيليتي ان انا الغي تفعيل الملتيبل. اذا اغلقيت تفعيل الملتيبل وعملت الكوبي عندي ابيليتي احط مسافه مثلا 2000 مليمتر واحكي له انتر. هلا علشان انا شلت الملتيبل وكانت سنجل كوبي فانا قدرت اعمل كوبي لسنجل اليمنت بعدين الاوردر تكنسل. ان كيس عملت كوبي عملت ملتيبل كوبيز اعطيه انا مور ذان 1 كوبي. برضه بنفس الطريقه اذا اخذت انا هاي الكوبي من هون عندي ابيليتي اعمل سناب من ايدج من اند بوينت من ميد بوينت وات ايفر السناب اللي انا بدي اياه، واخذه على اي اليمنت ثاني بوات ايفر السناب اللي برضه بدي امسكه على الاوبجكت الثاني. روتيت عمليه برضه سهله، لو انا عملت سيلكت على اليمنت اخذت الروتيت اختصارها ار او، وباي ذا واي اي تول من تولز الموديفاي او الريفت اذا انا تركت الماوس شوي عليه بيعطيني بريف صغير راح يكون في اسم التول وراح يكون في اختصارها اذا لها اختصار. اذا تركت الماوس شوي بيطلع عندي image وdescription، واذا تركته اكثر اذا في فيديو available لهاي التول بيعمل لي هذا الفيديو. سو انا اي تول بنسى شو بتعمل ممكن اترك الماوس عليها شوي واقرا شو البريف او اشوف شو الاختصار تبعها. سو لو اخذنا روتيت هلا بلاحظ انه باي ديفولت هو محدد لي البيس بوينت اوف روتيشن في السنتر بوينت تبع الوول، فانا لو عملت هلا كليك في اي مكان لازم احدد له الانيشال بوينت اوف روتيشن. فلو كبست هون انا حددت من وين يبلش يعمل روتيت. سو انا حددت وين سنتر الروتيشن، حددت بدايه الزاويه تبعت الروتيشن، رحت بالاتجاه المطلوب وحكيت له الف لي اياه 45 درجه. ايذر اي كليك على السكرين لوين بدي اياه يلفه او انا بعمل روتيت بالاتجاه اللي انا بدي اياه. ليتس سي انه انا بدي اغير البيس بوينت تبع السنتر تبع الروتيشن، فانا لو جيت على روتيت هلا هو مثبت اصلا في السنتر. اذا بكبس على السبيس على الكيبورد او بليس في الريبون، لو انا عملت بليس هلا صار الروتيشن فري. لو انا حكيت له بدي اياك تحرك من هاي البوينت تحديدا تاخذ من هاي البوينت تحرك لي اياه بهذا الاتجاه لعند ما توصل لعند هاي البوينت، فهو بيمشي بهذا البروسيجر. هيك انا عرفت الروتيشن شو بيعمل. عندي ability اخليه يعمل copy للروتيشن. سو اذا بلغي او بشيل السنتر او البيس بوينت بحكي له copy، بحكي له اعطيني من هاي البوينت وخذ لي هذا الخط واعمل له روتيشن بهذا الاتجاه. سو هو حافظ على الاصل وعمل copy ثانيه من الاوبجكت الموجود. فانا ما في داعي انه دائما الروتيشن تلغي الاصل، انا بقدر نفس الاوتوكاد اما اخلي الاصل او الغي.